هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله سريعه جدا وسهله جدا وفيها فليكسبيليتي، يعني نقدر نستخدم فيها اي حاجه بويه، اكل عندنا حاجات شبه كده. الاكله دي ممكن تتحط في فطار لو عازمين حد على فطار، ممكن تتحط في وسط الغداء لو عازمين حد على الغداء او احنا بناكل، ممكن تتحط كمان كمثلا سناك جاي لنا حد لو هو وقت غدا ولا عشاء ولا فطار، تقدر تحط سناك. انا بصراحة بحبها جدا، طعمها حلو وسريعة سهلة وبتنفع في كل حاجة. ايه هي؟ هي التاكو كونز. المكون الاساسي وهو التورتيلا. اوكي كده، دي التورتيلا. طبعا ده النوع اللي معمول بدقيق، في نوع بيبقى معمول بالذرة، دقيق الذرة ده بيبقى هيلثي اكتر، بس انا مش لاقيه بقالي فترة فبجيب ده وهو بدقيق ابيض، ودي بتكون فروزن عموما. طبعا واحنا بنشيله مفروض ما ينفعش التاني عشان ما يتقطعش، وبنطلعه يفك. دي بتلاقوها في سوبر ماركت كتير جدا. طبعا لو لقينا النوع التاني اللي معمول من دقيق الذرة ده هلسي اكتر بكتير، وبيكون مش فروزن ولا حاجة، بيبقى عامل زي العيش كده بتاع ريتش بيك عادي. طيب ده كده اول حاجة، التاكوز نفسها او التورتيلا. ومثلا انا النهاردة هعمله بيتزا فيلينج، معايا طماطم بيوري، انا بستخدم بتاعة جهينة. اوكي، ومعايا ساسيتش، طبعا تقدروا تستخدموا اي نوع، وممكن كمان سلامي لو عايزين، وجبنه شادر وجبنه موتزاريلا. بس الموضوع بكل البساطه دي. طيب ازاي بنعمله؟ هنجيب واحده كده وهنقطعها نصين كده اهو. اوكي هوريكم هنعملها ازاي بالظبط. طيب هنفرد عليها اهي معلقه الطماطم البيوري، انا ما بحبهاش كتير قوي، طبعا لو بتحبوها يعني ممكن تزودوا شويه، يعني دي كبيره شويه فانا هزود سنه كمان. اوكي، وهنجيب جبنه شيدر، انا بجيب اللي هي بتاعه البرجر بتاعه الساندوتشز دي بتاعه البريزيدون، دي تحفه تسهل عليا الدنيا جدا. هقسمها نصين. اوكي نحط نص كده وهنحط نص كده، نقدر نحط ساسجز او لو عايزين كمان تقدروا تحطوا سلامي، ممكن تحطوا فراخ مثلا باربيكيو، فراخ معمولة بالصوص الباربيكيو، عندنا فراخ باقية او حاجة وعايزين نعملها بنقدر نستخدم ده. اوكي، وبنلف الكون كده زي ما انتوا شايفين كون. اوكي تبقى كده. دي الحاجه اللي انا بعمل فيها، برص ازاي؟ برص كده بقى، ابدا ارصهم كلهم بداير كده ويبقى كلهم بادئين من هنا كده. هرص شويه كتير وارجع اوريكم هنعمل ايه. طيب كده بصوا، انا لفيت اول صف، بعد ما بنخلص نبدا نحط فوق، هنعمل يعني شبه صف تاني، طبعا ده على حسب الكمية اللي احنا عاملينها، وبنرش عليها موتزاريلا. يعني دلوقتي عملنا الصف الاولاني، هنرش موتزاريلا وبعد كده نحط الصف التاني لو عندنا كمية كبيرة. دلوقتي هنرش اهو كده موتزاريلا على الطبقة الاولانية، انا مش عاملة كمية كبيرة قوي، يعني هرص في الطبقة اللي فوق دي اتنين كمان بس. اوكي طبعا لو هنعمل طبقة تانية كاملة، لو عاملين كمية كبيرة، بعد ما نرش الموتزاريلا هنرص صف تاني وبعد كده نرش الموتزاريلا، طبعا لو يعني صفين تلاتة براحتكم. هكمل واوريكم كده. انا خلصت، حطيت اتنين فوق، حط شوية موتزاريلا كمان، وهدخلها الفرن على 240 تقريبا لنص ساعة. اول ما هتطلع هوريكم شكلها. بعد ما دخلناها الفرن هنعمل بقى ديبينج
للتاكو كونز دي. هنحط علبة زبادي كبيرة حجم ده، او لو صغيرة تقريبا بنحط علبتين او علبة ونص. اوكي، حط عليهم معلقة مايونيز كبيرة، وعليهم سنة ثوم مفروم، دي تقريبا يعني اقل من ثومة كمان. هيا نضربهم كويس قوي مع بعض. ونحط لهم ملح وفلفل، طبعا الملح وفلفل يعني مش كميات، على حسب الظبط يعني. شوية ملح، ويدي فلفل، بس كده. الديبنج دي بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة، وبيبقى طعمها تحفة جدا مع التاكو كونز. وهوريكم برضو في الاخر هنقدمها ازاي مع التاكو كونز لما تخرج من الفرن. دي كده التاكو كونز بعد ما طلعتها من الفرن. زي ما انتم شايفين يعني الجبنة ابتدت تحمر شوية، وهي كمان اخدت شوية حمران من الجنب. بس اعملوها، هي سهلة جدا وحلوة جدا، وقولي رأيكم فيها ايه.